طيب يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقد مناظراته ولقاءاته بخصوص مناهضة التعذيب والحذر منه، بعد أن تمكنا من إحداث شبكة إفريقية للمؤسسات الوطنية والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب. نعقد اليوم هذا اللقاء على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تداول حول الضمانات التشريعية لحظر التعذيب. حظر التعذيب هي قاعدة آمرة ولا يمكن تقييدها، بمعنى أنه هي حرية، حق مطلق لا يمكن المس به. طبيعة الحال ونحن على مشارف 40 سنة من المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بكل أشكاله، سندعو خلال هذه الجلسة في هذه المنطقة لأن تكون سنة 2025 سنة الترافع من طرف المؤسسات الوطنية والجمعيات الغير الحكومية وانخراط الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية، على أساس أن نكون نهاية سنة 2025 هناك مصادقة شاملة للدول الأعضاء للأمم المتحدة 193 دولة. نتمنى ذلك، وهذه الخطوة نرجو أن تكون ناجحة كما تمكننا منها في المنطقة الإفريقية. شكرا لكم.